مساء الخير على حبايبي مشاهدي الحكيم في بيتك في حلقة جديدة تبث الأمل كعادتنا معاكم في كل ما يخص صحتنا الأمل هو الشعلة المضيئة اللي بتنور حياتنا وإذا ربنا امتحنا باختبار المرض فلا يجب أن نزيد من وطئته علينا برزيلة اليأس لأن لو اجتمع الاتنين فإحنا هنتهزم لا محالة وطول ما ربنا موجود فرحمته سبقت كل شيء وأملنا فيه وزدنا ومصدر قوتنا. كلمنا حضراتكم اكتر من مره عن مشاكل الكبد عندنا هنا في مصر. وبينا قد ايه هو مهم لصحتنا، هو المصنع اللي بيقوم باكتر من 500 وظيفه في جسمنا. وقلنا كمان ان مفيش جهاز ممكن يحل محله زي القلب او الكلى مثلا. عشان كده فشل الكبد نتيجه الامراض الكتير اللي ممكن تصيبه زي التليف والسرطان. بيصبح هنا البحث عن حل جذري ونهائي الامل الاخير والوحيد للمريض. واللي ساعات بيكون في سن صغير ممكن يتمتع بالحياة سنين أخرى هو وأسرته وحبيبه وبتقدم العلم وبالذات علمي الجراحة والأبحاث المعملية أصبح حلم زراعة الكبد حقيقة واقعية ويوميا تجرى على مئات المرضى في جميع أنحاء العالم لكن جراحات زرع الكبد في مصر بتعتبر حديثة نسبيا ولسه قدامها شوط طويل عشان توصل للنتائج المرغوبة بالمقارنة بالأعداد المتزايدة للمرضى المحتاجين ليه بسبب زيادة أعداد المصابين بسرطان الكبد زي ما قلنا في كذا حلقة سابقة وما زالت القوانين وثقافة المجتمع اللي بتقف عائق أمام نقل الأعضاء من المتوفيين دماغيا واللي ممكن حالة منهم تنقذ سبع مرضى بحالات مختلفة محتاجة قلب أو كبد أو كلى أو رئتين وغيرها من الأعضاء الحيوية اللي لو اتنقلت ليهم تمنحهم امتداد لحياتهم بإذن الله وسعادة للي حواليهم وصدقة جارية ودعوات لروح من منحهم تلك الأعضاء بدل من دفنها في التراب النهاردة بيشرفني واحد من جراحينا المهرة اللي بيزرعوا الأمل كل يوم وبيرجعوا الابتسامة لضحايا أمراض الكبد ويسعدوا أهليهم انتظروني هرجع لكم بعد الفاصل القصير دوت أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال باذلا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلا رعاية الطبية للقريب والبعيد المصلح والمخطئ والصديق والعدو وأن أثابر على طلب العلم وأسخره لنفع الإنسان. وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني. وأكون أخا لكل زميل في مهنتي الطبية. وأن تكون حياتي مصداق إيماني. في سري وعلانيتي. نقيا مما يشينني أمام الله وأمام الناس. والله على ما أقول شهيد. بحضراتكم مرة تانية زي ما وعدتكم في المقدمة معايا ومعاكم النهاردة أحد زراع الأمل في مصر ومصر طول عمرها عريقة في الزراعة وعندنا في تاريخنا طابور طويل من الزراع العظام من أول أم محات الثالث وحتى ضفنا الكريم اللي بيزرع الأمل ويضيف بإذن الله وأمره سنوات جديدة لحياة مرضى كادوا أن يفقدوا الأمل فرحب معاكم الأستاذ الدكتور عمرو عبد العال جراح الكبد وزراع الكبد كمان الاستاذ في كليه الطب جامعه عين شمس يا اهلا دكتور اهلا بحضرتك تشرفنا انا اللي حصل لي شرف اهلا الحقيقه احنا خلصنا الكبد تقريبا وبحثناه و.. و.. في حلقات كتير واتكلمنا عن امراضه كلها وفايدته في الجسم وسميناه وسوينا.. المصنع لانه بيعمل حوالي 500 وظيفه والحقيقه ركزنا في الفتره الاخيره ومع مبادره المسح الشامل بتاع الدوله إيه ركزنا على المسح الشامل ومركزنا على الاكتشاف وعلى العلاج لكن الحقيقه في الاخر بنوصل بعد المضاعفات وبعد بنعرف كل حاجه بنوصل ان لازم تدخل جراحي فخلينا نبدا الاول تاريخ التدخل الجراحي في امراض الكبد كده نقوله بسرعه قبل ما نوصل بقى للحاجه الاساسيه اللي حضرتك بتعملها اللي هي زراعه الكبد هو الجراحات دلوقتي بقي قصص في تخصص مم. منفصل مم. في الجراحات اسمه جراحات الكبد والقنوات المرئيه والبنكرياس طبعا. لغايه فتره قريبه كان ده جزء من اقسام الجراحه العامه زي في البدايه الجراحه ممكن امراض النساء كانت جزء من الجراحه العامه صح صح. لكن بالتطور اللي بيحصل في في اي تخصص بيبدا هذا التخصص يبقى لوحده علم لوحده في جزء بطنه <applause> وجزء جراحه بيبقى علم منفصل خالص فجراحات في تخصص منفصل اسمه جراحه الكبد والقنوات المريه والبنكرياس اللي بيبقى فيه اللي هو زراعه الكبد تمام. فده تخصص منفصل طب بدا ازاي ان الناس نفكر ان الجراحه تتدخل في امراض الكبد في يعني لو الحاجات اللي بتحتاج تدخل جراحي سبيكترم طويل يعني حاجات كتير جدا جدا في زي ما قلت لحضرتك في الكبد والقنوات المدارية في يعني حاجات حميدة وفي حاجات غير حميدة في أكياس بتبقى موجودة في الكبد أكياس طفيلية أيوة. تحتاج استئصال جراحي والحاجات زي الهيدات سيست في أكياس تحتاج استئصال جراحي في بعض الوحمات اللي بتبقى موجودة في الكبد معناها حميدة إلا أنها تحتاج تدخل جراحي أيوة. لأن دي أحجامها ممكن تكبر وتعمل للعيان مشاكل تمام. انسداد أو غيره تمام. آه في طبعاً هيك عن الأورام الغير حميدة اللي بتبقى موجودة في الكبد الكبد فيه خاصية مختلفة تماما في اورامه الاورام اللي بتيجي في الكبد ان الكبد بيحصل فيه اورام اولية اللي بتحصل من الخلايا الكبدية او القنوات المرارية وفي اورام سنوية اللي هي بتيجي من اماكن ثانية. الاورام السنوية اللي بتحصل في الكبد هي اكثر بكثير كنسبة من الاورام الاولية اللي بتحصل في الكبد ودي مابقاش لها حلول غير الاستئصال الجراحي. تمام. لو اتكلمنا عن الاورام الاولية فدي شيء مفهوم من الاورام الاولية بتستأصل جراحيا فبيبقى العيان آه 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 تم علاجه علاج جذري الاورام السنويه خدنا الفتره قريبه جدا يمكن لو اخر التسعينات العيان اللي بيبقى عنده ورم اولي في القولون على سبيل المثال وباعت اورام سنويه موجوده في الكبد ده بنعتبره مرحله رابعه وما كانش حد بيتخيل ان ممكن العيان ده يتعمل له على الجراحات أوه. ويمكن انا افتكر ال... في امتحان الدكتوراه بتاعي في سنه 2000 لو كنا حتى يعني في اجابه على السؤال ده اجابه السؤال ده ان العيان ده مرحله رابعه وما حدش شرب له ده سنه 2000 دلوقتي الخريطه اختلفت تماما مع التطور اللي حصل ان احنا بقينا عارفين ان الكبد مش بس فص ايسر وفص ايمن زي ما كنا بندرس للطلبه زمان لا الكبد ده ثمان اجزاء كل جزء فيهم بيشتغل لوحده تماما واصل له شريان واصل له جزء من الوريد البابي خارج منه وريد داخل على الوريد الاجوف بيشتغل كوحده منفصله تماما واضح ان دي بتساعدكم في موضوع الزراعه دي بيتسا... دي بيساعدنا في كل حاجه دي أوه. بتساعدنا في الزراعه وفي الجراحات أوه. فممكن عيان يبقى اللي هو احنا كنا بنسميه زمان مرحله رابعه ولا يجوز التعامل معاه جراحيا اللي هو عنده ورم لا قدر الله مثلا في القولون بعد سنويات على الكبد ده ما كناش بنعمل له حاجه لا دلوقتي اغلب الحالات دي ممكن تتعالج ويوصل ل اللي بيسموه فايف يير سرفايفل يعني خمس سنين عند خمس سنين 60% من العيانين دول موجودين لو تخيلنا ان احنا النهارده معانا 100 عيان عنده اورام في القولون وسنويات في الكبد، احنا ممكن نتعامل معهم بال... طبعا اكيد في تطور قوي جدا حصل في الكيمي... في المواد الكيموثيرابي او العلاج الكيماوي مع العلاج الكيماوي والعلاج الجراحي مع الكيماوي ممكن العيان ده يتعالج جذريا في المائة منهم يبقوا معانا بعد خمس سنين. تقدم كبير جدا جدا دي حقيقه طيب الحالات اللي ما ينفعش غير زراعه كبد يعني آه. تقدر في حاله زي دي انت بتشيل جزء من الكبد ويعيش بالباقي لكن الحاله اللي بنوصل ان خلاص الحل الاخير ليه انه لازم يزرع كبد تمام هو دي دي جزئين الاجابه على سؤال حضرتك اولا هو لو فريق زراعه كبد قرر إن هذا الإنسان محتاج زراعة كبد أصل العيان دائما العيان ما تقوله محتاج زراعة دي حاجة صعبة قوي إن حد يحتمل يعني طبعاً. أنت محتاج تبديل هذا الزراعة بمعناها مفهومها البسيط هو استبدال الكبد لا يعمل بكبد آخر يعمل منتهى البساطة طبعاً. الموضوع ده بنحتاجه في حاجة من اثنين يا إما الكبد لا يعمل نتيجة تليف كامل في الكبد ودول العيانين اللي بيقولنا عندهم استسقى في البطن مم. سيولة عالية في الدم قيء دموي مستمر غيبوبات كبدية اللي عندها بيتحجز تقريبا كل اسبوع مم. تليف الكبد مراحل اول ما بيوصل المرحله الثالثه من تليف الكبد الكبد لا يعمل يجب استبداله اللي هي عمليه زراعه الكبد مم. الجزء الثاني اللي وعيان عنده ورم في الكبد لا يمكن استئصاله ممكن يكون عنده تليف بس مرحله أولى أو تانية دول ما يستحملوش انه يتعمل لهم استئصال لجزء من الكبد. مم. فاحنا يا اما كبد تليف فلا يعمل فيجب استبداله، يا اما عنده ورم في الكبد لا يمكن استئصاله. النقطه المهمه جدا جدا ان العيان اللي فريق زراعه كبد يقول له انت محتاج زراعه كبد، هو ده معناه انه لا يمكن يكون لهذا الانسان أي بدائل تانية غير استبدال الكبد هو بأخير. حل أخير. هو حل أخير، هو جذري وأخير، أوه. لكن لا يجوز مقارنته مثلا ان احنا نعمل للعيان ده علاج تحفظي او علاج كيماوي او غيره هو يعني مجرد ما العيان حاجتين نهائي أوه. يعني وهي دي دي في منتهى الاهميه ان هو ما بنختارش هو لو فريق زراعه كبد قال لمريض انت محتاج لزراعه الكبد ده معناه ان هذا المريض قولا واحدا لازم يتغير له الكبد بتاعه ما ينفعش يكون في بديل و يعني والنقطه الاهم برده ان زراعه الكبد يعني مش ممكن مثلا هيعيش بلايف ستايل لا هو مش هيعيش لانه دي برضو الفرق اللي حضرتك كنت لسه بتسالني فيه عن الفرق بين زراعه الكبد وزراعه الكلى زراعه الكلى اللي عنده فشل كلوي هو هيروح يغسل هيروح يغسل او يغسل بريتوني يعيش م. كويس قوي قوي ايفن احنا ممكن ناس معانا شغاله معانا ما نبقاش عارفين انه عنده فشل كلوي وبيروح يغسل ويقعد سنين المصنع اللي حضرتك اتكلمت عنه اللي بيعمل وظايف لا اول لها ولا اخر وكل معلوماتنا عنها لغايه دلوقتي ضعيفه جدا. يمكن حاجه تانية تعملها غيره. مفيش اه مم. في مكنه بتعمل شغل الرئه دلوقتي في مكن بيعمل شغل القلب في مكن كتير يعمل شغل الكلى لكن لا يوجد مكنه على وجه الارض تعمل شغل الكبد طبعا. فالانسان اللي عنده فشل كبدي يا بيزرع يا بيتوفى الله ما عندناش اختيارات. طيب نيجي بقى للطرفين بقى اللي هي اللي يتزرع له واللي هي... والمتبرع. والمتبرع ايه ايه طيب. مواصفات المتبرع أيوه. وبنحضره ازاي هو واللي هيستقبل الكبد هو هو في الاول بيقى قرار القرار نفسه على العيله ان هم حد يعني طبعا عمرها ما بتيجي من سيشن واحده نقعد مع العيان نقنعه بالموضوع جلسه واحده من جلسه واحده نقعد نتكلم مع المريض كذا مره ونتكلم مع اهله كتير جدا نعرفهم ان ان كنا بنهتم بالمريض فاكيد الاهتمام الاكبر هو المتبرع اهم حاجه في عمليه زراعه الكبد وفلسفه الزراعه حضرتك عارف ان الزراعه نوعين الزراعه الموجوده عندنا في مصر هو زراعه من حي لحي لكن الزراعه الموجوده في العالم كله وبالذات في اوروبا الفتره اللي كنت بشتغل فيها في فرنسا في نوع اللي هو الاسهل كتير اللي هو زراعه من حديث الوفاه. نقل كبد من حديث الوفاه لمريض ده اسهل، مفيش الحمل النفسي بتاع ولد بيتبرع لابوه او ام بتتبرع لابنها او كده. ال ال التبرع اللي عندنا في مصر اللي عندنا في مصر هو حد بيتبرع بجزء من الكبد، معتمدين على خاصيه في الكبد مهمه جدا انه الكبد قادر على تجديد خلاياه، فبالتالي انا انا عشان اعمل كل الاكتيفيتي اللي انا بعملها دلوقتي، كل الانشطه اللي بعملها، انا محتاج قد ايه من كبدي؟ 28% ده بعد كل دراسات 28 انا محتاج 28% من الكبدي اذا انا كل ممكن اتبرع بالباقي اه لكن احنا عشان المتبرع زي ما قلت حاجة ده اهم حاجه م. وهو دور التاج هذه الجراحه او البرنامج اللي في منتهى الاهميه لازم على الاقل يعني اللي بيتاخد تقريبا بيكون في حدود 50% من الكبد م. تقريبا م. ممكن اقل من كده، 50% يعني ده اقصى حاجه. آه يعني اللي بيفضل له ضعف اللي هو محتاجه. بالظبط كده. تقريبا. ولكن هي زي ما كنا بنشرح ان هم ثمان اجزاء، في ممكن ام تتبرع لابنها تديله جزئين بس من الكبد الفصل الايسر، لو الولد اللي عنده مشكله في من 12 ل 15 او 18 سنه ممكن اوي ياخد الجزء الايسر هو الفصل الثاني والثالث والرابع، مم. او الفصل الايمن لو واحد كبير بيتبرع لاخوه اللي هو في في السن الـ 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 يعني واحد بيتبرع لاخوه او بيتبرع لابوه. هيتبرع له بالفص الايمن من الكبد معتمدين زي ما قلت لحضرتك ان الكبد ده هيرجع تاني كبد كامل في تقريبا من 6 ل 8 اسابيع طيب المتبرع مفيش ضرر عليه ده أقول اكيد اقول لحضرتك حاجه هي العمليه هل العمليه دي هي عمليه في منتهى الصعوبه ويمكن ده برضو يعني هنتكلم عليه بعد كده عمليه في منتهى الصعوبه واصعب ما فيها ان احنا في عيان او مش عيان ده واحد سليم داخل يتبرع بجزء من كبده لابوه او لأمه فبالتالي ده في منتهى الاهميه انا قلت الحركة انا كان عندي زرع النهارده قبل ما اجي احنا بنبتدي خمسة فجرا وبتدي بالمتبرع عشان ناخد وقتنا كويس قوي ان احنا نفصل الجزء اللي عايزين نفصله بالشريان اللي داخل ليه والوريد اللي داخل ليه هي عمليه كبيره فما فيش عمليه من غير مخاطر في اكيد نسبه خطوره لكن هو لا يقدم على اجراء هذه العمليات الا الفرق اللي واخده تدريب طويل جدا في الموضوع فبالتالي ان ان لو السؤال هو هل المريض ده المتبرع بعد 10 او 20 او 30 سنه هيحصل له مضاعفات نتيجه التبرع هو الاجابه ما فيش ولا بحث قال كده برضه قولا وحيدا لا مش هيحصل مش هيحصل يعني هي يعني اذا كان في خطوره تبقى اثناء العمليه بالظبط كده عدل من العمليه ان شاء الله آه لكن ما عن فيش عندنا اي حاجه تقول ان العيان ده بعد 20 سنه او حاجه و20 سنه هيبقى عنده هيتقص او احنا لو احنا نعرف كده اكيد مش 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 هنقدم على هذه الجراحه طبعا ده ضرر انا درر بقول درر. للع... يعني لما حد بيسالني بعد اقول له احنا يعني لو احنا عارفين ان انت هيحصل لك ضرر بعد 20 سنه وهنعمل عمليه واحنا كفره يعني لا 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 يمكن لا يمكن لا <applause> يمكن <applause> طيب حضرتك قلت انها عمليه معقده جراحيا اه قوي اه قوي غير الجهد وغير الوقت خلينا نتكلم الاول على هل احنا عندنا مراكز جاهزه وكافيه لاجراء لع... ومقارنتها ببره وبنتائجها يعني طيب عندنا مراكز عندنا مراكز ومراكز مؤهله كامكانيات للمركز عالي جدا مستشفيات كتير قوي في مصر مستشفيات عسكريه ومستشفيات جامعيه مستشفيات خاصه برضو اللي هل الموضوع هل محسوب عدد المراكز؟ 18 حاجه قلت لي هو, زي هو زي في 13 مركز في 13 مصر 18. بيزرع آه. في 13 مركز فعلا فيه. بس هو مش هو 13 مركز بس احنا ما عندناش 13 فريق بيزرع عشان لان اللو... احنا على سبيل المثال بنزرع في كذا مكان جامعه عين شمس يعني في في خمسة موجود أم. في كذا فريق بالظبط بالظبط لكن هم 13 مركز مجهز بالظبط 13 مركز واخد رخصه من الهيئه العليا لزراعه الاعضاء طيب هل يقدر يزرع كم في السنه؟ آه المركز وانا انا قلت لحضرتك المركز اللي بيبقى معتمد اوروبي ان هو بيزرع يعني المركز ده لازم اخلي بالي منه مم. اللي هو المركز اللي يزرع 20 حاله في السنه 20 اه يعني المركز اللي يعمل 20 حاله في السنه ده بيحافظ على اللي بيسموه المنحنى التعليمي بتاع كل الناس اللي شغالين لكن احنا عندنا بنقدر لا احنا بنزرع اكتر من كده كتير اكتر من كده اه لا اكتر كتير المراكز بتزرع اكتر هو اللي بيزرع 20 ده يبقى مركز بدايه ده مركز آه. كويس آه. لكن احنا لا باكتر من كده كتير يعني مراكزنا بتزرع لو قلت اكتر من كده كتير 13 في 30 2000 لا مش مش كل المراكز بتزرع مش كله زي رقضه. رقضه. لا مش كل المراكز بتزرع بس يعني في رقم كويس بنوصل له آه سنويا سنويا تقريبا 300 حاجه و70 او 400 حاله بيزرعوا في السنه 400 حاله في تقريب. السنه تقريبا محتاجين نزود يا دكتور عمرو محتاجين نزود كتير لان فيروس سي الحقيقه ساب لنا مشاكل اه حمل وحنات. كبير قوي حمل تقيل فعلا حمل كبير دي حقيقه طيب آه قصه التكلفه دايما الناس لما تيجي آه. تتكلف على زراعة،, تكلم على زراعة الكبد كان الاول بنتكلم في ملايين تمام. وبعدين نزلنا لنص مليون وبعدين نزلنا ل 300 الف الموقف ايه دلوقتي والناس عايزة تفهم التكلفة طيب. جاية منين طيب هو برضه الجزء ده ليه شقين يعني م. الشق التكلفه التكلفه في كل العالم غاليه جدا طبعاً تكلفه طبعاً زراعه الكبد في اي مكان في العالم احنا طبعا احنا لا نقارن باي مكان في العالم احنا ارخص بكتير جدا من اي مكان حتى في, الوط في الوطن العربي المراكز طيب. اللي بتزرع في الوطن العربي فاحنا ارخص من اي مكان لكن ليه التكلفه اساسا غاليه المستهلكات الع اولا العمليه زي ما قلت عمليه فيها تحضير ما قبل العمليه طويل جدا المت ده كل حاجه بتتعمل يعني اشعات ورنين تحليل. مغناطيسي وتحاليل كتير جدا عينات من الكبد الفريق اللي شغال احنا يعني ما فيش فريق زراعه كبد اقل من 50 52 طبيب بيزرعوا عشان يزرعوا حاله 52؟ احنا فريقنا 52 طبيب 52 طبيب لزراعه الكبد ده رقم كبير هو هو بالظبط كده يعني النقطه بس طبعا هو التكلفه مش تكلفه التكلفه المستهلكات اللي بنستهلكها اوضه العمليات فعمليه تقريبا بتخلص في 12 ساعه وفي اثنين اثنين عيانين عي... الفتره اللي بيقعدها العيان بعد العمليه فتره طويله احنا غير الكلى الكلى ممكن ثلاث ايام وبيروح احنا العيان بيقعد معانا تقريبا ثلاث اسابيع اه بيقعد في الرعايه فتره كويسه قوي بياخد ادويه مثبطات مناعه غاليه جدا غالية جدا تكلفه جوه العمليه بس اه بالدباسات بالخيوط بالمستهلكات اللي بتعمل جوه العمليه مكلفه جدا اقل رقم وصلنا له كام يا دكتور اقل رقم هو في الحكومه في معهد ناصر ده المركز اللي احنا شغالين فيه برضه 250 الف جنيه ربع آه. مليون جنيه اقل شيء طيب هو ده الجزء الاولاني من سؤال حضرتك م. بس احنا لو بنتكلم في الحقيقه يعني انا 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 بدعي الجزء الثاني هو مين هيدفع ده موضوع ثاني دي نقطه ثانيه إن انا انا بدعي ان مفيش حد التكلفه اللي صام بادي هيدفعها لازم حد هيدفع هو في حد هيدفع آه. لكن انا انا بقول لحضرتك انا بدعي يعني ان مفيش حد محتاج زراعه كبد في مصر ما بيلاقيش مكان يزرع فيه مجاني مم. احنا في معهد ناصر ال 250 الف جنيه اه للمستشفى قبل ما بنزرع العيان لكن العيان الغير قادر تماما ما يدفعش ولا مليم مراكز مجاني. تماما تماما يعني مم. هل زراعة مم. الكبد عندنا في مصر ممكن تبقى جزء من السياحة العلاجية؟ ده المفروض ده المفروض ممكن. لو لو قارنا مقارنات بسيطة بين أمريكا بتعمل جزء للأوفرسيز لل... للناس اللي رايحين يزرعوا من العرب وكده التكلفة أقل مراكز بتزرع بتزرع تلتمية 350 ألف دولار أه الصين قعدت تغلي كتير قوي لغاية ما وصلنا 220 ألف دولار دلوقتي 22 ألف دولار دولار يعني يعني شوف كم ضعف التكلفة احنا لو عادة. عملناها مثلا بنص مليون جنيه اه ونص التكلفة دي توجه لعلاج الفقراء والناس والله ده المفروض يعني احنا لو هنشتغل على الجزء ده بس في الساحة العلاجية اتخيل ان احنا احنا عندنا عيانين كتير قوي في المراكز اللي احنا المراكز العسكرية اللي بنشتغل فيه من اخواننا في العرب وعندنا ناس كتير من افريقيا بنزرعهم هو انا شايف اهتمام اليومين دول وزارة الصحة مهتمة بموضوع الساحة العلاجية ده فعلا مفتوح الريس قويس. مهتم بيه كمان بحقيقة. ولو اتعمل له مجهود يعني تيم وورك واشتغلوا كل الاطراف عليه ونبدا نسوق اللي احنا شاطرين فيه م. واللي تكلفتنا فيه اقل احنا يعني مفيش اقل من دي تكلفه آه آه مقارنه يعني نقدر نجيب, نجيب شغل ونعمل الشغل طيب. يعني عندنا المقدرة على التوسع في المراكز دكتور عمرو في رايك آه وتدريب آه الاطباء والله انا اتخيل ان التوسع ما يكونش في المراكز قد ما ممكن المراكز نفسها اللي موجوده اللي هي تشتغل اكتر تشتغل عدد احلات اكتر طيب. انا اتخيل ان دي هتبقى افضل كتير لان ان انت إن تعمل كوادر كتير ما هو تعمل جزء زراعه الكبد صعبه جزء دكتور عمرو والله ده اللي احنا شغالين انتوا برضو هتعلموا زمايلكم الصغيرين اه. احنا عدد الجراحين اللي معانا 13 جراح في الفريق اه. طيب المضاعفات اللي ممكن تحصل برضو عشان الناس تبقى فاهمه طيب احنا بالترافين. برضو هنتكلم بالظبط في عندنا طرفين الجزء ال عمليه زراعه الكبد للمريض لل نفسه نسبه النجاح بتتراوح من 80 ل 85% في اول سنه ممتاز. ودي اه ما هي برده ما يجي حد يقول لي 80 وبيبقى ساعات مستقل رقم 80 ممتاز. واحنا لازم نقارن ال 80 دي بالفرص العيان ده في الحياه اساسا أصلاً. هو فرص العيان ده في الحياه في خلال سنه لا تتعدى ال 10% ده العيان اللي بيحتاج زرع اللي هو زي ما قلت لحضرتك عيان عنده فشل كبدي كامل فرص ان هو يكمل سنه لا تتعدى ال 10% أيوة. فده ده, ده, اللي بنزرعه فتبقى نسب النجاح 80 ل 85% فهكذا تقارن الاشياء انا اعرف حاله شخصيا والد احد اصدقاء ولادي و, و... يعني خلاص في اخر ايامه بسبب تاخر القرار اه تأخر القرار والمتبرع وفي متبرع ما فيش متبرع خلاص يعني ما ما اتخذش قرار في الوقت الصحيح فالايام معدوده يعني ف... اغلب المراكز اللي بتزرع في مصر بتجيب نتائج اتخيل قريبه جدا من النتائج دي ودي قريبه جدا من النتائج العالميه آه دي حاجه تطمن قوي يعني. البرنامج الاطفال احنا السنتين اللي فاتوا ثلاثة 33 طفل وده رقم برضو كبير قوي ونسب النجاح فوق ال 95% في الاطفال ما شاء الله آه المضاعفات اللي ممكن تحصل للمريض زي اي عيان بيزرع زي الكبد والكلى انه ممكن يحصل لفظ للكبد العضو المزروع في الكبد الموضوع ده مش صداع قوي زي ما هو موجود عندهم في الكلى، آه. يعني في الكلى بي... لكن لاسباب كتير بس اغلبها مش ما... مش ما... يعني ملوش تفسير طبي عالي الا ان, ال... إن الكبد يعني الجسم يلفظ الكبد الجديد ممكن علاجه الموضوع ده بسهوله جدا بتظبيط مثبطات المناعه بعد العمليه <applause> ما بتبقاش ما بتبقاش حاجه مش مضاعفه تخاف مش معضله ممكن تخاف منها، لكن المضاعفات اللي بتحصل بعد اي جراحات كبيره زي كده نحصل لا قدر الله نزيف يحتاج العين يتفتح تاني بتحصل مم. بنسب طبعا ممكن يحصل فيه تجمعات اغلب الحاجات اللي بتحصل بعد الجراحه ممكن نتعامل معاها بالاشعه التداخليه ما بتحتاجش جراحه تاني طيب دانية. المتبرع اللي طمنتنا عليه اه موستلي يعني غالبا آه بيعدي العمليه وبيعيش طبيعي يقعد يوم في الرعايه وبيكمل خمس لسبع ايام في الدور وبيعيش طبيعي بعد وبيعيش يعني. طبيعي تماما اه يعني طبيعي تماما يعني ممكن لو بيلعب اي رياضه بعد خمس اسابيع يعمل اي رياضه بيعملها حتى لو رياضه عنيفه يعني يعني احنا عايزين نقول كلمه برضو لاهالي اي مريض محتاج تبرع رجاء لان مازالت ثقافه التبرع في مصر ماهيش قويه مازالت الناس متخوفه منها فلو في مريض غالبا بيبقى في حد من عيلته يصلح مش دايما تطابق الانسجه آآ 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 تطابق الانسجه برضو ده بيبقى في الكلى اكتر من عندنا م. احنا زي ما قلت لحضرتك الكبد ده عضو جميل جدا ومرن إيه جدا جدا م. يعني اولا زي ما قلت لحضرتك بيجدد خلايا ثاني في خلال ل 8 اسابيع م. وبيقبل اللي هو الاي بي او اللي هو يعني مش اللي هي تطابق <applause> الفصائل تطابق فصيله الدم تطابق فصيله الدم فقط لا غير يعني مجرد ما حتى ايفن مش تطابق هو توافق <applause> يعني ممكن ياخد ايه ياخد من مع بعض آه, اه جدا بس, بس زي نقل لكن الدم لكن مفيش تحليل انسجه بيتعمل في اي مكان في العالم عشان تنقل كبد من انسان لانسان ف... فيبقى باقي هنا بقى الموضوع الرغبة بسيط الرغبه والاراده في بالزبط. انقاذ حياه الشخص اللي محتاج ده بالظبط انا شاكر دكتور عمرو جدا انا سعيد بيه جدا وسعيد بالموافقه أه الله يخليك الموضوع دسم وجميل وعايزين نزرع الامل في الناس زي ما بتزرعوا ان شاء الله كل يوم كبد وتنقذوا حياه ربنا يوفقكم ان شاء الله شكرا في نهاية لقائنا بشكر الدكتور عمرو عبد العال على المعلومات القيمة والأمل اللي ساعدنا في زراعته في قلوب ونفوس أضناها التعب وهدها المرض لكن مفيش حد يقنت من رحمة ربنا أبدا احنا كلنا مؤمنين به واثقين في رحمته سبحانه وتعالى ألف شكر يا دكتور عمرو شرفتني ونورتني زراعة الأمل مهمة الكثيرين في هذا العالم والنهاردة كان موعدنا مع أحدهم واتمنى نكون قدرنا نزرع شجرة أمل كبيرة في قلوبكم ونستمر مع بعض في اننا نرويها بدمنا وابتسامتنا وتشجيعنا لبعضنا البعض اعزائي المرضى باي مرض كان ربنا كبير وانتم مش لوحديكم احنا معاكم وكل الخيرين والمتفائلين والواثقين في رحمه ربنا معاكم خلص كلامنا عن زراعه الكبد لكن حلقتنا لسه مكمله بمواضيع اخرى وضيوف جداد بعد الفاصل انتظرونا جراحات العمود الفقري الحديثة انصبت كلها على ان احنا نطوع التكنولوجيا لخدمة المريض بدل ما كنا بنعمل العملية من فتحة كبيرة بينا بنعملها من فتحة صغيرة بدل ما كنا بنعمل العملية في ساعات طويلة بينا بنعملها في اقل من الساعة بدل المريض ما كان بيقعد في المستشفى اربع وخمس ايام بنكتفي بان المريض يقعد وعشرين ساعة المهم ان احنا نوصل في المكان المناسب وفي التوقيت المناسب علشان نعمل عمليتنا بامان وبشكل ناجح وفعال رجعنا لكم مرة تانية علشان نكمل حلقتنا اللي بنناقش فيها موضوعات صحية مختلفة ومتنوعة في فقرتنا دلوقتي هنتكلم عن أورام الغدة النخامية ونعرف إيه هي أسبابها وطرق علاجها الحديثة مع ضيف الفقرة الدكتور يسر الحميلي أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في قصر العيني أهلا دكتور يسر أهلا دكتور أيمن أهلا الغدة النخامية غدة مهمة جدا وقلت لنا حضرتك قبلها أن الغدة الماستر تتحكم في جميع غدد وهرمونات الجسم. بيصيبها اورام. طبعا هي في مكان صعب جدا. فحضرتك بس قول لنا الصعوبه في التعامل مع الغده النخاميه ايه؟ واسباب الاورام اللي بتحصل لها او ايه هي الاورام؟ الحقيقه يمكن من اهم سمات الغده النخاميه انها في قاع الجمجمه مش بس في قاع الجمجمه ده هي موجوده بيحدها من الاعلى عصبي العين بدقتهم الشديده و حواليها من الجانبين اكبر شريانين بيغذوا خلايا المخ أوه. حولها من الخلف جذع المخ أوه. حولها فوقها على طول مباشره بتقع غده ما فوق المهاد ودي يعني سكرتير المخ مم. وبالتالي احنا بنتعامل مع منطقه حساسيتها عاليه جدا تعالى بقى كمان نشوف لما الغده دي بتصاب ورم قد يكون حجم الورم اقل من واحد سنتي في كثير من الحالات ويدينا اعراض رهيبه جدا جدا ممكن مريض يبقى عنده داء العملاقه ممكن مريض يبقى مع عنده عدم القدره على الانجاب ست او راجل ممكن مريض يبقى عنده نسبه عاليه جدا من هرمون الكورتيزون ويطلع جسمه منفوخ والضغط عالي وعنده سكر ومشاكل جثيمة جدا من ورم أقل من, أقل من واحد سنتي بالوسائل التقليدية الحديثة ما كانوش بيقدروا يعرفوا الورم ده في الفص الشمال ولا في الفص اليمين من هذه الغدة إذا إن أنت ساعات بتكتشف الورم ده حجمه أقل من نص سنتي وانت عايز تدخل بعملية تشيله والعملية دي بقى هتفتح جمجمة ولا هتعمل إيه قبل ما نتكلم عن العلاج يا دكتور يسري عايزين نعرف ليه الاورام بتطلع في الحته دي هي ليه بتطلع تحديدا أوه. اسباب الاورام في الجسم بشكل عام لما نقف على اسبابها بعد يعني ما قدرناش لحد دلوقتي بكل التولز وكل الاجهزه والبحث و و لكن الموضوع بينصب في حاجات بسيطه جدا الاشعاع بانواعه وخطورته آه القرب من موجات التردد العالي للكهرباء ودي حاجه خطيره جدا التعرض بشكل مباشر للميكروويفز بالذات للستات الحوامل آه حاجات كتير مثلا من الاغذيه السامه اللي ممكن تؤذي الام او الاجنه او الاطفال آه العيوب الخلقيه مم. كل دي من الاسباب اللي بتؤدي الى آه أسب... حدوث الورم, الهره الورم بشكل عام طيب نقارن بين القديم والجديد بقى عشان نعرف التقدم ايه اللي حصل آه احنا بقى باستخدام الاجهزه القديمه مم. كان انك تستأصل الورم في المخ ضرب من الخيال والنتيجة ما كانتش بتبقى كويسة جدا بدأنا نتطور بظهور الميكروسكوب الجراحي واستخداماته فالنتيجة بدأت تتحسن بدأنا نتطور أكثر فأكثر لما بقى عندنا استخدام الجراحة الملاحية ومناظير المخ بدأنا نقف على التقدم المذهل لما دمجنا الجراحة الملاحية مع الأجهزة الحديثة في استئصال الأورام زي إن احنا نعمل تفتيت للورم بالموجات الصوتية زي إن احنا نستخدم الدريل إن احنا نشيل حتة من العظم اللي بتعترض طريقنا ممكن عندنا فيديو هاي هنشوف منه هنشوف مع الكلام حضرتك ده عدة فيديوهات الحقيقة بتبين التقدم العلمي الكبير في التعامل مع الأورام ده ورم في الغدة النخامية أيوة. لما الورم بيبقى أقل من نص سنتي أنت محتاج تشيله بحاجة دقيقة جدا هتكبر لك وضوء عالي جدا ورؤية للأركان والزوايا ده مش هتقدر تعمله إلا من خلال المنظار كمان المنظار أتاح لنا إن إحنا ندخل عن طريق الأنف ما بيناش بقى محتاجين نفتح الجمجمة ونشيل أجهزة المخ ونبعدها والتعامل مع أنسجة المخ بطريقة مباشرة كان بيطلع المريض عنده كدمات في المخ عنده نزيف عنده مشاكل يعمل العملية وبعد ست ساعات يجيله نزيف يعمل عملية ويدخل في مضاعفات هنا دخلنا أهو دخلنا بالمنظار وبالأجهزة الجراحية بنشيل في الورم اللي في الغده النخاميه الغده نفسها سليمه بنسيب الغده سليمه تماما مم. بقى عندنا اللي يخلينا نعرف الغده السليمه فين والورم فين مم. ده لو بنتعامل مع ورم كبير شايفين بقى الاوعيه الدمويه ده ورم اكبر يا دكتور ودموي مش ورم عادي ده يعني ده مليان اوعيه دمويه بينزف بشكل خطير جدا الاحمر اللي على الجناب ده الشرايين المهمه اللي انا كنت بتكلم عنها بقى عندنا دخلنا بالمنظار في تكبير عالي جدا في رؤيه واضحه فتتنا بالموجات الصوتيه وشفطنا الورم ده عشان ما نقعدش نعمل دق يعني شد او جذب على انسجه المخ الجراحه الملاحيه بقى بتقول لنا احنا شلنا قد ايه وبقي قد ايه والانسجه الطبيعيه فين واحنا قربنا من عصب ولا لا قربنا من شريان ولا لا حققنا معدل الشفاء التام في عمليه والوقت بتاعها بقى كمان مش زي الجراحه العاديه انت بتتكلم في الناس اللي هي تدربت بشكل عالي انا باخد 45 دقيقه في عمليه زي دي مم. ممكن تاخد 8 ساعات في الجراحه التقليديه تقليدية ده طبعا تخدير اقل مضاعفات اقل طبعا بقدر اتعامل حتى لو السن كبير طبعا لو ما قدرتش يا دكتور يوسف لاي سبب انك تشيل كل الورم هل في حاجه ممكن تحطها حاجه تدخل مره ثانيه يعني بتتصرفوا ازاي بالطرق الـ الـ الملاحيه وبالمنظار انا بقدر حتى لو هسيب ورم انا ببقى حاطط سيناريو مسبق بتكلم مع العيان فيه وبقول له بامانه شديده قبل ما اعمل العمليه دي انا هسيب كذا هعمل كذا ده يتشال ده مش هيتشال ممكن اعمل بعد العمليه دي جاما نايف ممكن اعمل اشعاع ممكن اعمل وسائل اخرى ان انا احقق بيها معدل الشفاء التام. انا عندي كمان فيلم جميل عن استخدام نفس التكنيك في اورام المخ آه نفسه. احنا لو داخلين بقى عن طريق الانف بندخل عن طريق الانف بنستكشف الانف مم. بنرفع الانسجه المخاطيه هنا بقى الدريل بيشيل لنا جزء من العظم وبنشيل الجزء ده نرجع نستخدمه تاني فتحنا العظم اهو بتاع الجيوب الانفيه بقينا على الام الجافيه للمخ هنفتح الام الجافيه هنرفعها مش هنشيلها وهنبدا نشيل الورم ده شلنا الورم اللي موجود في مكانه وبعدين هنرجع نحط الانسجه تاني كمان كل حاجه زي رجعناها مكان. كما هي حطينا العظم حطينا اغشيه وقائيه عشان ما يبقاش فيه تسريب او حاجه او مكان ضعيف معانا استاذ انف واذن بيقدر يرجع كل المنطقه دي الى الوضع الطبيعي تمام انا بقدر استخدم كمان المنظار في كافه اورام المخ م. كل الاماكن اللي حوالينا اللي في المخ كل مكان ليه فتحه ممكن افتح من فوق حاجب العين ممكن افتح افتح من ورا الودن ممكن افتح من سقف الحلق انا بستخدم تقنيات وفتحات صغيره وفتحات صغيره جدا م. واهم من ذلك ان انا معايا الجراحه الملاحيه قدرت اعرف شلت قد ايه باقي قد اللي ممكن ما نشيلوش ايه اللي مهم م. للمريض نسيبه اللي انا محتاج اعمل له خطوه ثانيه او خطوات اخرى لاجراء العمليه الجراحيه الجديد بقى احدث حاجه في الغده النخاميه ما نكونش سمعنا عنها قبل كده دايما في تقدم زي حضرتك دايما بتقول لنا دايما في جديد الحقيقه كان في اورام كتير جدا ما كانش حتى عالميا عندنا المقدره ان احنا نتعامل مع عن طريق فتحه الانف والدخول بالشكل اللي احنا شايفينه الجديد ان احنا بقينا نعمل اورام كثيره جدا حجمها اكبر معدل انتشارها حوالين الغده النخاميه للامام وللخلف اكبر الاحجام اكتر بنستخدم تقنيات كتيره جدا زي ما قلت الموجات الكهرومغناطيسيه، بنستخدم وسائل تعويضيه لتعويض الام الجافيه، بنستخدم وسائل تعويضيه ترجع العظم بتاعنا لوضعه الطبيعي تماما، عشان المريض لما يخرج من العمليه بعد شهر بالظبط بيبقى في وضعه الطبيعي تماما، ما عندوش مشكله ما فقدش حاجه، بقينا بنتعامل مع حالات كان من المستحيل التعامل معها زي اورام قاع الجمجمه اللي متخلله نسيج المخ والاعصاب والاعصاب المخيه الورم اللي خارج من العصب الثامن بحجمه الكبير جدا بقينا بنتعامل مع الاورام دي بشكل دقيق وفعال ودايما اللي بيميز نتائجنا عباره عن الخواجات إن إحنا بيجي لنا الورم متربي تربية كبيرة جدا بنتعامل مع أحجام أكبر بكتير جدا وده اللي بيدي لينا ده اللي يخلي الخواجات بيسمعونا أنت بتتعامل مع ورم قد اللي هو بيعمله أربع خمس أضعاف وحصلت على نتيجة كويسة فبالتالي هو بيفتح مجال رؤية ليك بتتبادل خبرات مع ناس مهمة جدا جدا بتطور في العمليات الجراحية بتطور في الاسلوب التعليمي اللي بتقدمه لتلامذتك وبالتالي الموضوع كل شوية بيتحسن عن الأول الحمد لله شكرا لك دكتور يسري خلص كلامنا عن أورام الغدة النخامية وطرق علاجها أما دلوقتي هنطلع لفاصل ونرجع نشوف إيه هي باقي مواضيعنا النهاردة اللي محضرينها لحضراتكم استنونا ناس كتير بتسالنا عن تقنيه التخدير الكلي للاطفال التخدير الكلي للاطفال النهارده بقى من ابسط ما يكون والتخدير ده غالبا بيبقى عن طريق شويه بخار في الاول وبعد كده بنشتغل شغل الاسنان كله اللي بنقدر نعمله في العياده بنعمله في وقت اقل في المستشفى وبالتالي بنطلع الاسنان كلها مظبوطه الطفل ما بيتعرضش للبانيك ولا للتروما بتاعه انه قاعد ويشوف حقن البنج او كلام من ده بنخلص كل الاسنان ممكن في زياره واحده وبنعمل كمان فيها الحشوات والتركيبات البسيطه اللي بتتعمل للاطفال لغايه ما يحصل التبديل بالاسنان الدائمه بعد ما بنعرف اسباب تساقط الشعر بنبدا نعالج في حاجات بنكتبها في البيت لوسيونات بتكون حسب نوع تساقط الشعر بنكتب اللوسيونات دي وبنوصف للمريض ازاي يستخدمها بشكل بعدد مرات في اليوم محدد وبكميات محدده وفي كمان حاجات ممكن احنا نعملها في العياده زي علاج بالميزوثيرابي او زي البلازما او زي مثلا الليزر البارد او الايكرام الميزوثيرابي بنستخدم فيه مواد معينه من الفيتامينز مواد بتحفز نمو الشعرايه علشان نقوي بيها الشعره ونزود سمكها ونمنع التساقط. اما البلازما فدي بنستخرجها من الدم وبنرجع نحقنها مره تانيه ودي بيكون فيها عوامل نمو بشكل قوي جدا اللي هي الجروث فاكتورز وبتدينا نتائج ممتازه. اما الاي جرو او الليزر البارد فبنستخدمه على فروه الراس علشان نزود من معدل تدفق الدم ودايما بنعملها بعد جلسات الفيزوثيرابي والبلازما علشان يساعدنا في امتصاص المواد اللي احنا حقناها في فروه الراس رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل عشان نستكمل باقي فقرات حلقه النهارده المريض زي ما له حق انه يتعالج علاج سليم ويحظى بحياه صحيه امنه فلازم كمان ما ننساش ان له واجبات اساسيه تجاه جسمه وصحته والتعامل مع نصايح طبيبه والواجبات دي لو ما التزمش بيها للأسف ممكن يلاقي مشاكل في إدراك حقوقه ومعايا دلوقتي ضيف عزيز هيكلمنا عن حقوق المريض وواجباته وكمان هيكلمنا عن شكل العلاقة اللي مفروض تبقى بين المريض وبين الدكتور خلينا أرحب بضيف العزيز الدكتور أسامة عزمي رئيس شعبة البحوث الطبية في المركز القومي للبحوث مساء الخير يا دكتور مساء النور يا دكتور دايما منورنا ربنا يخليك وان شاء الله نكون يعني ضيوف لذاذ كده على الساده <applause> المشاهدين ربنا يخليك لا دايما يا فندم العلاقه بين المريض والطبيب علاقه خاصه جدا وتمس اغلى ما يملك الانسان اللي هو صحته يا ترى شكل العلاقه دي المفروض تكون ازاي؟ طيب <applause> بسم الله الرحمن الرحيم انا بدايه احب اشكر البرنامج على سببين إيه؟ الله يخليك السبب الاول انكم بتثيروا بعض القضايا اللي يمكن اقول ايه؟ 95 ل 99% من البرامج الطبيه اللي ماليه كل القنوات عمرها ما بتذكرها خالص. ومن ضمنها الحاجه اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. اللي قد تكون يعني اه في ناس بتسمع عليها طب انما اصولها ايه؟ وايه كل حاجه فيها؟ بتنظمها ازاي؟ مش ناس كتير قوي ما بتعرفهاش بما فيهم الاطباء نفسهم. طيب الحاجه الثانيه <applause> آه يعني انتوا البرنامج الوحيد اللي المقدمه بتاعته فيها حاجه كلنا عملناها اول ما تخرجنا، وكثير جدا من الاطباء يمكن مش هقول نسيوها ما بيلتزموش باللي هم قالوه وهو قسم الطبيب وقسم الطبيب ده له مهمه جدا وهنتكلم فيه كتير قوي على موضوع النهارده حقوق الحقول. المريض وواجباته أيوه. وحقوق الطبيب وواجباته في ناس زعلت يا دكتور لما فكرناهم بالقسم وكل مره نلحب تكراره م. ما تنساش بقى في حاجه ثالثه كمان احنا عايزين نشكرك انت عليها إن رب. المركز القومي للبحوث أحد أسباب نجاح هذا البرنامج لأن كل حلقاته بتدقق وتراجع في المركز القومي للبحوث. آه دي حاجة لازم المشاهد يعرفها. ده كان واجب علينا آه. آه لأن يمكن لما تواصلنا في بداية الفكرة بتاعة البرنامج آه أنا طبعاً عجبتنا جدا هذه الفكرة وحيناكوا عليها وقلنا لازم نشارك في هذا المجهود التوعوي للشعب المصري عشان يعرف بدون وجود آه ثقافه صحيه ثقافه صحيه جيده آه. الـ يعني الحياه الصحيه المصريه لن تتقدم آه. ابدا فضل. وده الهدف بتاعنا جميعا نرجع لموضوعنا بقى آه العلاقه ما بين الطبيب والمريض وحقوق كل مريض يجب ان هو يكون عارفها انا مش هقول بقى ان كل مستشفى يجب ان هتعلق الكلام ده هو في المدخل بتاعها ما هو حقوق المريض اللي اول ما يخش هذه المستشفى هنقول بعض حاجات كده ونضرب امثله عشان الناس تفهمها اول حاجه ان المريض اول ما يخش لازم يبقى عارف مين الطبيب اللي بيعالجه يعني اسم الطبيب اللي هيعالجه مين او الفريق الطبي اللي بيعالجه لازم يبقى معروف ده من حق المريض انا مش هتكلم على حق المريض ان هو يبقى عارف كمان الادويه اللي هو بياخدها ايه ويشارك في وضع الخطه مش بس عشان دي نوع من انواع الرفاهيه لانه هو لما هيكون مشارك في اتخاذ القرار هيلتزم بيه صح وده اللي إحنا عايزينه في صح الآخر صح نتكلم كمان على إن المريض من حقه إنه يبقى عارف هو إيه الفحوصات اللي بتعمله وبتتعمل له ليه أيوه وهيستفيد منها إيه أيوه ده حاليا تغيرت شكل العلاقة ما بين المريض والطبيب كنا زمان مش من زمان قوي كان المريض بيخش للطبيب يشكي له أو يقول له إيه هي شكواه الدكتور يستمع إلى هذه الشكوى يقوم يكشف عليه يرجع خد الدواء الفلاني ولا ما بيتكلمش معاه ولا يقول له انت عندك ايه ولا ما عندكش ايه حاليا هذا الشكل غير مقبول على الاطلاق ده يجب ان الطبيب ياخد الوقت الكافي انه يسمع للمريض وان هو يشرح له حالته عباره عن ايه حتى من ضمن حقوق المريض انك تكلمه بالاسلوب اللي هو يفهمه باللغه اللي يعني يفهمها. بكلمه محمد ما بكلم ام احمد غير لما بكلم مدام نتالي غير لما بكلم مدام جاسمين يعني لازم اكلم كل انسان على قدر ثقافته ومن هنا تيجي مهارة الطبيب ان ازاي اوصل المعلومة الطبية طبعاً. طبعاً. بكلمات سهلة وبسيطة وبدون كلمات مجعلصة طبية قوية المريض قد لا يفهمها ودي اساسي في شكل العلاقة نيجي بعد كده ان المريض يجب ان يعامل باحترام بدون النظر الى شكله عقيدته لونه هل هو يعني نرجع تاني بقى القسم الطبيب اللي كنا بنتكلم فيه ان انا اقدم المشوره الطبيه للقريب وللبعيد للصالح والطالح والصديق والعدو يعني حتى لو كان ده عدو ليا من خمس دقائق واحنا بنتحارب وبعد كده اصيب وانا من قدرتي اعطائه المشوره الطبيه السليمه يجب ان اعملها له في ساعتها على طول يعني كل هذه القيم والمفاهيم يجب ان تكون موجوده من حق المريض ان هو ياخد الأدوية الكافية لتخفيف الألم يعني ما ينفعش أن أنا مريض يبقى عنده ألم ويطلب مسكن والطبيب يرفض إن هو يدخله من حق المريض ان هو مش هقول بقى يرفض العلاج إنما يبقى عارف العلاجات دي أعراضها الجانبية إيه طبعا علشان حاجتين الحاجه الاولانيه لو حصلت اعراض الاعراض الجانبيه يبقى عارف ان ده ممكن كان يحصل الحاجه الثانيه علشان اقدر اقول هل انا بستجيب ولا ما بستجيبش لهذا العلاج. في اكثر من 10 12 مبدا يجب ان يكون المريض عارفهم وموافق ملي. عليهم وملم بيهم. ملي. للاسف احنا في مصر لسه لحد الان ما عندناش القانون اللي بينظم العلاقه ما بين الطبيب والمريض. كثير جدا من الدول العربيه طبعا والدول الاوروبيه والامريكيه حطوا هذا القانون. لا والحاجات دي بتبقى مطبوعه ومتعلقه في المستشفيات وفي العيادات واي حد يقدر يقراها ويفهمها، انا في نقطه خطرت على بالي وحاجة بتتكلم كمان مهمه جدا ان حاليا في دايما خلافات ماديه في تكلفه العلاج ما بين الاطباء والمستشفيات والمرضى. تمام كل ما المريض اتشرح له التفاصيل وايه اللي هيتعمل بالظبط وتكلفه كل جزء من خطه العلاج كل ما برر له ما يدفعه من فلوس. النهارده برضه الفلوس بقت محدوده وبقى في اولويات في حياه الناس، فالنهارده بتطلب مني 20,000 جنيه، ألف جنيه في عمليه، قول لي هتصرفهم في ايه؟ يعني ما تقوليش رقم وخلاص، واخرج من عندك اروح اسمع رقم تاني، وبعدين اروح اسمع رقم تالت، ما هو انت برضه لو شرحت لي وان في مثلا في حاجات ذات جوده عاليه وفي حاجات مستهلكات وان احنا بنحط افضل حاجه جوه جسمك، انا اقتنع باللي بتقوله لي، لما تقول لي رقم مقفول كده انا ما اعرفش عنه حاجه ده ممكن يثير الشك في نفسي كمريض. العلاقه الماليه وهي جزء بين العلاقه ما بين الطبيب والمريض، ولازم نتفق ان اي خدمه طبيه بتقدم هناك مقابل مادي لها. قد يكون من المريض مباشرة أو قد تكون الدولة طبعا في هي حد هيدفع يعني في حد بيدفع ما فيش حاجة اسمها عشان الناس يقول لك أصل الخدمة دي مجانية ما فيش حاجة اسمها مجانية في طرف آخر بيدفع هيدفع قيمة هذه تبرعات من الدولة أنت حد بيدفع مكانك إنما لازم يكون في حد بيدفعها هنا بيجي دور سيادتك لسه قايله حالا وهو مهم جدا إن أنا بشرح للمريض إحنا بنعمل إيه وكل خطوة تكلفتها إيه وإيه اللي إحنا المستهلكات بنستخدمه آه، نقطة بقى مهمة جدا وهي السرية مم. في العلاقة ما بين المريض طيب. والطبيب دي حق من حقوق المريض ده حق أساسي مم. إن أي مريض في الدنيا بي بيشرح آه وبيكشف عن أسراره. كثير جدا من أسراره طبع. للطبيب الحفاظ على هذه السرية مم. شيء أساسي إذا خنت هذه الـ الأمانة, الأمانة أه وملف المريض يا فندم يحفظ في مكان امن وما حدش يطلع عليه الا باذن الاداره العليا ولسبب او جهه مصرح لها اه طبعا وسبب مم. يكون طبي قوي جدا عشان طبعًا تطلع هذه المعلومات اللي موجوده. أه يعني كثير جدا من من الاطباء يبقوا قاعدين حتى في قاعدة مثلا حتى لو مع اطباء طيب يقول لك ده انا جالي عيان امبارح أه مش عارف عمل عم. كذا 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 وعملنا له كذا ده طبيا خطا مش يقول اسمه ده مش عايز اقول لو كده هو اه طبعا يقول لك ده كان عندي امبارح في العياده فلان او فلانه مم. او خلافه ده ضد القسم اللي سيادتك اقسمته ساعه ما تخرجت من طيب عشان برضو وقتنا بسرعه نقول حقوق واجبات الطبيب على المريض تمام لان دي لمصلحه المريض صح. برضو صح لازم نقول بقى بعض الواجبات اللي الطبيب لازم يبقى عنده وفي نفس الوقت حقوق الطبيب ايه؟ مم. حقوق الطبيب أن هو يحافظ على نفسه كطبيب من عارف حاجة زي القضاء ما ينفعش أن أنت تبقى تنغمس في حياة مخالفة للشكل الطبيعي بتاع الإنسان السوي أو المستقيم وده موجود في قسم يمكن أبوقراط بقى الأساسي اللي تم اتخاذ منه قسم الأطباء اللي إحنا بنقسمه. تحافظ على صورتك. تحافظ على الإيمج بتاعتك أو صورتك زي ما حضرتك بتقول بالظبط كده أهوت كطبيب. الحاجة التانية من حقوق الطبيب في نفس الوقت ان المريض يتبع تعليماته أيه. لان ما ينفعش ان انا ادي لك خطه علاج وانت تكون موافق عليها ولا تتبع بيها وبعد كده تيجي تتهمني لا. انه حل عن نتيجة. على النتيجه على النتيجه لان انا في الاخر يبقى ده حقي ان انت تلتزم بما اتفقنا عليه ما على عليا حاجه ده شيء اساسي ان ما ينفعش تقول لي ان انا او تيجي تقول لي انا عندي كذا 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 وما تقوليش ده انا باخد ادويه كذا وكذا وكذا او ان انا بتعاطى كذا وكذا وكذا او ما تقوليش انك رحت للدكتور قبليه واداك كذا وجرب فيك كذا وبعدين يعني ما دي حاجه فدي حقوق اساسيه للطبيب ان هو على المريض ان انت تفصح عن كل ما مريت بيه خلال التجربه دي هيت طيب ازاي الم... نحافظ على العلاقه بس عشان الوقت انا عندي اسئله كتير نفسي <applause> حضرتك تتكلم فيها تمام. ازاي نحافظ على العلاقه دي بين الاثنين طيب بص هرجع تاني واقول يجب ان تكون طبعا هناك وثيقه شرف قسم الاطباء بدايتهم ثم كل مستشفى لها بنسميها قواعد عامه بتلتزم بها انما في الاخر يجب ان يكون هناك العرف والتقاليد والقانون شيء اساسي، يجب ان يكون هناك قانون ينظم العلاقه ما بين الطبيب والمريض عشان كل واحد يعرف ما هي حقوقه ولو لم يلتزم بهذه الحقوق او ايه هي واجباتي اللي لازم اعملها يبقى ما هي العقوبه اللي هتعرض ليها؟ للاسف هنا في مصر ليست موجوده هذه القانون اللي بطالب ان هو يطلع في اسرع وقت. ويتحدد فيها مين اللي يحاسب كمان؟ نقابه الاطباء فعلا. بقى وزاره الصحه جهه فعلا. تانية نقطه بقى اساسيه في هذا المجال طالما ان هناك علاقه ماليه ما بين الاثنين يبقى يجب ان تكون هناك برضه مصارحه ومكاشفه بين الاثنين مع بعضهم البعض. طبعا. اخر سؤال بس عشان وقتي خلاص، ايه الفرق بين الخطا الطبي والاهمال الطبي؟ لان دي يعني إيه نقطه أولا. اه بتشير, بتشير خلافات شديده. هنضرب مثال واحد ونضرب بيه في الثلاثه ممكن يحصلوا ازاي؟ آه. المضاعفات الطبيه والخطا الطبي والاهمال الطبي. م. انا لو داخل اعمل عمليه لمريض زايده كويس؟ فانا مشخص ده على انه زايده ودخلت فتحت لقيته مش زايدة لقيته أي حاجة تانية كيس مثلا مم. لا ده كان في الحال ممكن ده يبقى خطأ طبي مم. وممكن يبقى إهمال طبي مم. خطأ طبي لو أنا وأنا بعمل الزايدة كمان رحت معور حاجة تانية جنبيه يبقى أنا لم أتخذ المعايير السليمة مهنية. المهنية في الحفاظ على الأعضاء المجاورة الإهمال الطبي إن أنا حدث تلوث في الجرح وما خدتش بالي وما جيتش للمريض مره ثانيه. ما عملتش خطوه مهمه خطوة كان المفروض تتعمل. تتعمل وقت العمليه، آه. ده اسمه اهمال, إهمال طبي طيب. اللي هو ان انا اهملت فيه اتخاذ الاجراءات السليمه. نيجي بقى لحاجه ثانيه لا طب ده انا بعمل ازاي ده أه وشلتها وكل حاجه خاصة ان حرارة المريض ارتفعت دي من احد المضاعفات الطبيعيه اللي مكتوبه في جميع الكتب. مش مقصوده. يبقى بالظبط كده اهو. يبقى الفرق ما بين المضاعفات ان دي حاجه تم رصدها قبل كده انها ممكن تحصل كاحد الاعراض الجانبيه للعمليه أوه. الخطا الطبي لا ده انت لم تتخذ الوسائل السليمه علشان تمنحها مم. الاهمال الطبي هو ما بعد اعطاء العلاج انت اهملت او اتخاذ الاجراء الطبي اللي انت بتعمله اهملت فيه ان انت تابع الموضوع هوت ازاي بعد كده أو, او نسيت, نسيت طبعا نسيت بقى فوطه نسيت بقى قصده الموضوع ده... دكتور اسامه جميل ونحب نتكلم فيه ساعات وساعات بس على الاقل فتحناه وحضرتك قلت كلام جميل جدا وعيت الناس بحاجات وفتحت موضوع اعتقد ان هيبقى له كماله وهيبقى له ان شاء الله مناقشات على مستوى المجتمع الطبي وعلى مستوى الناس كلها بس. انا بشكر الدكتور اسامه عزمي آآ آآ رئيس شعبه البحوث الطبيه في مركز القومي للبحوث على مساعدته لينا ان احنا نفهم بالظبط ايه هي حقوق المريض وواجباته اتمنى من كل المرضى يفهموا ان جزء من ادراكك لحقوقك هو تنفيذك لواجباتك ودي رسالة حلقتنا النهاردة من الحكيم في بيتك أعزائي المشاهدين حلقتنا للأسف خلصت لكن نتقابل في حلقات أخرى بالتأكيد ليكم مني أرق التحيات وأشوفكم دايما بعافية i okay.